بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم معطرة بذكر محمد وآل محمد. السعادة الزوجية ليست أمرا صعب المنال، إنها في متناول أيدينا، شرط أن لا نترك العادات الخاطئة والتقاليد السلبية تتحكم فينا. فمفاتيح السعادة الزوجية في نصائح تفيد كلا الشريكين، تحدثنا عن قسم منها في حلقة سابقة، ونتابع اليوم وإياكم الحديث عن مفاتيح أخرى تساهم في بناء هذه العلاقة الزوجية المقدسة. أعود وأرحب بكم وأرحب بضيفتي في هذه الحلقة، الأستاذة أميرة برغل، مستشارة تربوية ومهتمة بالشؤون الأسرية ومديرة مركز سكن للإرشاد الأسري. أهلا ومرحبا بكم أستاذة أميرة في حوارنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. لهذا اليوم نتابع فيه ذكر وتفصيل في مفاتيح التوافق الزوجي، وطبعا بداية نذكر بالمفاتيح السابقة حتى نكون نستكمل مهيئين وحاضرين لاستكمال هذه السلسلة. ونحب اليوم نسأل عن مفتاح جديد له علاقة باللغة بين الشريكين. ماذا نعني بأن هناك لغة خاصة بين الزوجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء تحية لكم ولجميع المشاهدين على هذه القناة المحترمة المليئة بالفوائد الجمة الدسمة. الله يسلمكم. مفاتيح التوافق الزوجي، تحدثنا على مفتاحين اعتبرهم أساسيين، ومن بعد هيك تجي بقية المفاتيح. تحدثنا عن الاختيار، حسن الاختيار، وعن المعرفة المسبقة. هول المفتاحين بالحقيقة إذا أحسننا استعمالهما وتوفقنا باختيار جيد للشريك، وأعدينا أنفسنا عبر معرفة مسبقة كما ذكرنا في المرة السابقة حول الاختلافات بين الجنسين، الاختلافات بين العادات والتقاليد، طبيعة البيئتين واختلافهما، ما هي حقوق الواجبات المفترضة بعد الزواج. إذا كنا فعلا هالمفتاحين تلكناهم، بقول أنا قطعنا 50% من التوافق الزوجي، لأن اللي حيجي بعد هيك حيكون سهل. في حين أنه إذا كنا نحن مخطئين بالاختيار أو مش ما عندنا معرفة مسبقة، فكل مشكلة حتكون مضاعفة عليه. الآن بدنا ننتقل، بس هل بيكفوا؟ لا، ما بيكفوا. قد ما نحن اجتهدنا في حسن الاختيار وقد ما كان عندنا معرفة مسبقة، في كتير أمور حنتفاجأ فيها بعد الزواج طبعا. ولذلك بعدين الحياة الزوجية هي حياة يوميا فيها مستجدات، المستجدات قد مش تكون من الزوجين، من البيئة المحيطة، من التغيرات الاجتماعية، من التغيرات السياسية. نحن عم نعيش بعالم سريع التغير، والتغيرات عم بتكون جذرية بالمجتمع، فبالتالي بدنا كل يوم نحن بدنا مواقف جديدة، وهذا بيتطلب منا أنه نمتلك مفاتيح إضافية. المفتاح الثالث اللي بننصح فيه الزوجين هو أسميناه التواصل الودي. إحنا بحياتنا الشيء اللي بيقربنا لبعضنا أو بيبعدنا عن بعضنا هو طريق تواصلنا. والتواصل مثل ما أصحاب هذا الفن بيتحدثوا عن تواصل لفظي وتواصل غير لفظي، يعني بالكلام وبلغة الجسد. مرات كتير نحنا نقول أنا ما قلت شيء، بس ما انتبهنا للغة الجسد إشارة. كيف كانت لنبرة صوتنا، كيف كانت لنظرة عيوننا، كيف كانت كل الحركة هي بتكمل بعضها. بعد اللغة الغير محكية بعد مؤثرة أكثر من اللغة المحكية. بالتالي إذا بدنا يكون عندنا توافق زوجي، الحب المسبق اللي هو بفترة الخطوبة ما بيغفر لنا أخطائنا وزلاتنا في التواصل. يعني كل هيدا الحب الوردي اللي عشناه، إذا من بعد ما تزوجنا وصرنا ببيت الزوجية تحت سقف واحد،
اللي سميناه قفص ذهبي. إذا نحن كنا بهالموقف من بعد هيدا الحب بتواصلنا كنا عم نأذي بعضنا، هيدا الحب رح يدوب مثل ما بتدوب قطعة التلج. وما رح يضل منه شيء. حتى وبالعكس لو ما كنا بدأنا بحب يعني مثل هيدا اللي بيحكوا عنه بالأفلام، بس كنا عم نعرف نتواصل، رح ينخلق بيناتنا مودة ورحمة مثل ما بيقول الله سبحانه وتعالى. وبينصحنا بهذه المسألة في القرآن الكريم، ورح تأدي لحب ما كنا بنتخيله. هلأ هالتواصل بيقتضي عدة أمور. بيقتضي أول شيء نعرف، وحكينا عنها مرة الماضية، أنه لغة الذكر غير لغة الأنثى، وهذا بيقتضي فعلا اطلاع، وهذا جزء من المعرفة المسبقة. فكتير من المشاكل، نسبة كبيرة من المشاكل نحن بمراكز الاستشارات لما بيجوا بيحكوا لنا قال لي هيك قالت لي هيك، المشكل نشأ من لغة التواصل. فأول شغلة بدنا نعرف أنه الرجل كلامه دايما دقيق محدد واقعي، المرأة تميل إلى الإنشاء أكثر، لإضفاء المشاعر على الكلام أكثر. وهيدي ما فينا نقول هو صح وهي غلط أو العكس، هذه طبيعة، هيدي طبيعة كل طبيعة مطلوبة. المجتمع الحياة بدها هيدول الاثنين. طبيعة عمل المرأة بتقتضي أنه تكون تمتلك هيدي اللغة، طبيعة عمل الرجل بتقتضي أنه يكون عنده هيدي اللغة، طبيعة الوظائف اللي الله مقسمها بشكل أساسي. هلا احنا نحن هلا بدنا نغير الوظائف نقع بإشكالية. المرأة الرجل لما بتحكي المرأة وبتسترسل شوي، فمرات كتير بيقول لها اختصري، هذا الشيء بيزعجها. او بيقول لها شو جاب هلا، شو عم نحكي هلا عن موضوع ما كان انه خلط المواضيع، وهنا يبدا الشيء جاي. لما بتحكي عن مشاعرها وطبعا بتحكي بتوصل مشاعرها، مزعوجة من شيء، تعبانة من شيء، هكلانة هم شيء، الرجل بيفهم من هذا الكلام بأنه هي ما عرفت تتصرف، بدها نصيحة. فبن ببلش بالموعظة وبالنصيحة، قلت لك اعملي هيك، كان لازم تعملي هيك. المرأة ما بدها نصيحة، هي بتكون عارفة شو لازم تعمل، بس هي بدها تعاطف، بس بدها حدا يقول يعطيك العافية، يقول لك الا صح هيدا الشيء بيتعب، بس هالقد بيكون بدها. بينسق مشكل من هذا الشيء. قلنا حكينا مرة الماضية بتفتحي عدة ملفات، وما بيحب يحكي إلا بملف واحد. الرجل لما بيحكي شغلة بيكون قاصد فيها صيغة الأمر، أعملي هيك، بدنا نروح هيك. المرأة لما بتحكي بصيغة الأمر بتكون قاصدة اقتراح مش أمر، فالرجل يتأفف من المرأة وبيفترضها أنه هي عم تفرض عليه. فإذا بدنا شوية فهم. يعني كاتب مشهور بهذه المسألة جون جيري كتب كتاب كتير حلو، قديم هو بس حقيقة بيضل مهم، يعني اللي اسماه هو النساء من عالم الزهرة والرجال من عالم المريخ. ماذا يقصد؟ هو بيقول جون جيري، بيقول هو كان مستشار أسري، بيقول لشدة المشاكل اللي أنا شفتها رحت قلت بدي أقول يعني ليش ما عم بيفهموا على بعضهم هالكائنين. فراح يدرس شخصية الأنثى وشخصية الذكر بكل تفاصيلها، من الناحية الجسدية، من الناحية النفسية، من الناحية العاطفية. بيقول أنا وصلت بالأخير لنتيجة كأن كل واحد جاي من كوكب مختلف عن الثاني، ونزلوا على الأرض والتقوا. فبقول يا جماعة هتلا نعرف إحنا مختلفين. أنا بنصح كل شاب وفتاة يقرأوا ويتصفحوا، موجود على الأنترنت أو خلاصاته. اسم الكتاب والكاتب جون جيري، كاتب كتاب هو اسمه النساء من عالم الزهرة والرجال من عالم المريخ. هل هو مترجم؟ ايه مترجم. نعم. وقديم الكتاب. نعم. يعني متداول ومشهور. يعني بس المهم فيه انه حقائقه بعد هي ذاتها. هلا طبعا عندنا موجات اليوم الجندرة والنسوية تحاول تلغي هذه الفروقات. بدنا نحن ما بدنا نكون مبالغين،
لا، في فروقات جوهرية وفطرية بالطبيعة بين الذكر والأنثى، بس الإنسان مخلوق قادر على يعني على التكيف وعلى التدرب. يعني أنا فيني غير صفات الأنثى وخليها تصبح قريبة من الذكر، وفيني غير صفات الذكورة. يعني ممكن الإنسان مرن بشي، بس هل هي مصلحة؟ مش مصلحة، لا ثمرة فيها. لو كانت مصلحة كان من الأساس الله ما يخلقهم مختلفين. هذا موضوعي بيستحق أنه يتناقش مع أصحاب الطروحات الجندرية المتطرفة. في عندنا شيء غير الفروقات، ما هو؟ حتى لو أنا عم بحكي مع امرأة أو رجل عم بيحكي مع رجل، في شيء اسمه تقنيات الحوار السليم. الحوار له تقنيات، يعني الحوار نعم، يعني حتى يكون هذا الحوار نافع، حتى يكون مجدي. نعم، ما هي تقنياته؟ يعني هل هناك تقنيات خاصة يجب أن يتعرف عليها الزوجين؟ طبعا هذا بده حلقة مستقلة، أنه أنا أحكي عن التقنيات الحوار المجدي، كيف لازم أبدأ بالحديث، وكيف لازم أنا أكون الآخر يكون مرتاح معي بالحديث. نعم. بس بدي أقول بحاجة لتدريب، بصراحة بحاجة لتدريب. وأنا بدي أعطي مثل صغير. نريد أن نفصل في هذه النقطة لو سمحتم أستاذة أميرة. إذا معنا وقت، نعم معنا وقت، وهذه الحلقة مختصة ومخصوصة لهذا الحوار وهذه اللغة بين الشريكين. يعني ما هي هذه التقنيات نستعرضها؟ هو أنا عم بحكي بالحوار هلأ. نعم. سواء بين الشريكين وسواء كان بشكل عام. بشكل عام، يعني هلأ اليوم كتير في مشاكل بين الناس سببها أنه ما بيعرفوا يتحاوروا. يعني أول شيء بالحوار، نص الحوار الإصغاء. الإصغاء، ما بنعرف نصغي لبعضنا. نعم. يعني كل واحد كل طرف بده يتحدث وما بده يسمع الطرف الآخر. نص الكلام هو الاستماع. نعم. نسميه إحنا الاستماع النشط أو الإصغاء النشط، يعني إصغاء حقيقي، يعني أنت تشعري أنه أنا فعلا عم بسمعك، مش أنا عم بمثل هيدا الشيء. وحتى أنا يعني بحكي صدقا، مش بس علما، حتى بالتجربة العملية كتير أنا من المواقف جربت أنه الإصغاء النشط بيوفر عليك كتير من الكلام، تعطيه الحب والاهتمام والمساندة. لا، وبتفهمي الآخر أكتر. يعني مرات كتير نحن بنجاول وبننفعل وما بيكون قصده هيك اللي قدامنا. وهي حأعطي شغلات بس سريعة. يعني أول شغلة بالحوار أني أنا أكون متفهم للي قدامي. يعني ما وصل رسالة رسالة رفض للي قدامي، شو ما نحكي اللي قدامي وتهمة في أكثر الأحيان. نعم. شو ما نعم بيحكيني اللي قدامي، لازم أنا أسأل حالي السؤال، إذا اللي قدامي عم بيعيط علي، أسأل حالي أول سؤال، ماذا يشعر؟ مش ماذا يريد أن يقول، ما يقوله هو ناتج من مشاعر. خليني فتش ليش عم بيشعر بهذا الشعور. يعني أنا قبل ما أزعل من زوجي أو هي أو هو قبل ما يزعل من زوجته لأنها انفعلت، بده يسأل حاله شو المشاعر اللي خليتها تنفعل. أحسنتم. يفتش على شو سبب انفعاله، شو سبب مشاعره. لا يطلبها الآن أنت ربانا، مش أنه بيحق إلا تنفعل أو ما بيحق إلا. فهيدا التفهم. التفهم لا يعني قبول الآخر، يعني فقط يعني قد أنا أكون بإنفعالي وبمشاعري مخطئة، بس هي موجودة. أنا بس بدي اللي قدامي اللي أنا متفهم، أنا من نبرة صوتك عرفت أنك زعلانة. بتفهم انه الانسان لما بيزعل ما بعود قادر يحكي بهدوء. هذا اللي تفهم. هلا ليش انا زعلانه؟ هل معي حق انفعل؟ هسه صارت مساله تانية. بس هيدي التفاهم اللي باول الحديث هيدا بيوطي نسبه الانفعال لاكثر من 50%. جميل. انه انا بفهم ليش، حتى لو كانت لغه الجسد، نظرتك بتوحي انك كتير مضايقة، نظرتك بتوحي انه انت كتير غضبان. استاذة اميرة، من هو هذا الشخص الذي يتحدث بهذا الاسلوب؟ هي معرفة. ذكرتم بداية الكلام يحتاج الى تدريب. تدريب. نعم.
تدريب، دورات وتدريب. وأنا فعلا بنصح، بتعرفي ليش بنصح؟ مش بس للدنيا، والله للدنيا وللآخرة، لأنه نحن وهل يكب الناس على في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ما نحن بنوقع بالمشكلة وين؟ لأنه من عدم العلم، من عدم الدراية. والله لما بنتعرف على هاي المفاتيح منخفف على حالنا ومنخفف على غيرنا وبننجح بحياتنا بالدنيا وبننجح بمواقعنا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يغفر لنا جميعا. نعم، يعني الحساب ليس فقط حساب الصلاة والصوم، حساب هذه المواقف. أعطيكي نموذج. نعم. اليوم لما في كتير وظائف بالعالم ما حدا بيدرب فيها على التواصل، بس الوظائف اللي إلها علاقة بالعلاقة مع الناس، يعني مثلا اللي هن بالعلاقات الاجتماعية أو اللي هن بأمانات السر أو اللي هن بالتسويق، يتعلموا دورات كيف يتخاطبوا مع الناس. وشاطرين وما ممكن تزعلي منهم. طيب ليه بنتعلمها لحياتنا الزوجية؟ أحسنتم. ليه بنتعلمها لحياتنا مع أولادنا؟ أحيانا يسموها مثل تقنيات أو تكتيك أو برستيج أو يعني مسميات. هي مهارة، وهي مهارات مهمة جدا يتعلمونها كما ذكرتم أصحاب بعض المهن. أنا حأعطيهم دليل قرآن. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش هذه نصيحة الله لإلنا؟ طب ادفع بالتي هي أحسن، يقول المفسرون لم يقل ادفع بالتي هي حسن. لما بقول أحسن يعني أنا عم بختار، يعني في شيء حسن وفي أحسن منه. عملية الاختيار بتتم من دون معرفة، بتتم من دون خبرة، بتتم من دون تدريب. هل بيخلق الإنسان بيعرف يختار الأحسن؟ ما بيخلق هيك. طب يعني أنا هيدا إمتى بدي أتدرب عليه وأنا صغير؟ مش ضروري انطر لكبير. نحن للأسف هلأ عم نقول الكبار يروح يعمل تدريب، بس تعرفي ليش؟ لأن ما حدا ندربهم هن صغار. هيدا شغل المدارس. نعم، أحيانا يقيمون للأسف دورات بسموها اتيكيت التعامل. شو هلأ تسميات كثيرة. نعم. هلأ لأنه هلأ بنقول لك الدورات قسم منها تجاري اليوم. يعني تجارة صارت. نعم. بس مش مشكل، نحن خلينا نلحق المصلحة والمنفعة، خلينا نلحق المدرب الكفو ونلحق العنوان السليم. طيب أنا إذا من الصغر مدربة، أنا بدي أقول لك للأسف الشديد اليوم نحن عندنا أزمة تواصل، أزمة إشاعة، أزمة موضة تواصل غير مهذب. نعم، كيف؟ اليوم موضة جديدة صار لها شي 20 سنة وطالع. طبعا بدأت بالغرب، طبعا كل شي بيبدأ بالغرب وبينتشر لعندنا. سبب حتى نضع يدنا على الجرح؟ والله للأسف الشديد السبب مثل ما أنا يعني تابعت واطلعت، السبب هي كلها نظريات نفسية فلسفية ونفسية خاطئة للوجود. طالع علينا. معهم طالع معهم انه لانهم هن ما بيرتكزوا على علاقه بالله عز وجل. طالع معهم انه انا من حرية راحة مشان ارتاح لازم اني احكي اللي بقلبي حتى لو جرحت اللي قدامي. طالع معهم قال الانسان لما بيكون عنده كم غضب بالداخل اذا حكي الفاظ بذيئه هو بيرتاح. طالع معهم انه هي اسمها شفافية. طالع معهم اشياء كثيرة. اليوم طلعت موضة حتى بالمدارس، وانا بحكيكي هيدي ازمة وانا بحطها برسم التربويين هلا. وبالنسبة للاباء والامهات انه اليوم مثلا بنت 10 سنين و11 سنة اذا بدهم يمزحوا مع بعضهم بدهم يحكوا مرات كلام مسيء، مرات مثبت، مرات كلام غير أخلاقي. ها، وهيدي بيعتبروها يعني إنه هيدي الموضة الجديدة، هيدا هيك إنسان على كول. نعم نعم، مقبول ومنفتح. منفتح. إيه، تيجي بتقولي لها لابنك أو لبنتك إنه ماما ما بيصير هذه الكلمة مش منيحة، قول ماما هيدا مزاح، أمر عادي، هذا عادي. نحن كلنا بنحكي مع بعضنا هيك. طيب هيدي البنت اللي عم تحكي مع رفيقتها هيك 12 13 14 صارت بال 15 صارت بال 16 هيدا مزحون على التليفونات وبالتواصل. هلا كمان تواصل اضرب مشكله،
يعني أصبح هناك وهن للقيمة. كيف ستطبق هذه المفاهيم وهذه تمتلك هذه التقنيات؟ شاب هو شاب يحكي معها هيك، بنت هي بنت تحكي هيك. اليوم كمان لما في اختلاط وعم نكبر كمان بيصير، وللأسف إنه حتى لو شاب وبنت بيحكوا هيك. طب أنا إذا بنت معودة تحكي بهالطريقة مع الشاب، يعني من دون حدود، من دون لياقات، من دون، طب بكرة مع زوجة غلطة من هولي، صعوبة في التواصل الزوجية. السليم كذلك هو، كذلك هو. أنا شايفة أنا يعني شايفة يعني متزوجين طريقة تخاطبهم بقول لهم كيف بتحكوا لبعضكم هيك، مشي طبيعي إنه ما بيعود في أبدا بيناتكم إمكانية ريق حلو وحب. نعم صحيح. هلأ أنا اللي بدي أقول إنه نحن نصيحتنا، نعم إن شاء الله سنأخذ هذه النصيحة بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. ضيفتي الكريمة مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ونعود إليكم. روي أنه جاء رجل إلى رسول الله فقال: إن لي زوجة، إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهمومة قالت: ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما. فقال رسول الله: إن لله عمالا، وهذه من عماله، لها نصف أجر الشهيد. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء، نتابع وإياكم في حوارنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن مفاتيح التوافق الزوجي. يسرني أن أرحب من جديد بضيفتي الكريمة الأستاذة أميرة برغل، مختصة بالتربية الأسرية ومهتمة بالشؤون التربوية ومديرة مركز سكن للإرشاد الأسري. أهلا ومرحبا بكم من جديد أستاذة أميرة. كنتم تذكرون قبل الفاصل بأن لديكم نصيحة معينة في موضوع تقنيات الحوار بين الزوج والزوجة. يعني بدي أقول نقطتين. نعم تفضل. النصيحة الأولى أنه ما يديروا ذيناتهم الناس. نعم. والشباب والبنات والزوجي والأزواج، لأنه الدفع بالتي هي أحسن هيدا ضعف. يعني عندك هلأ ناس قلك أنه حكاني بطريقة مش منيحة، ليش أنا بدي أحكي بطريقة منيحة؟ هيدي القوة. نعم. القوة مش اني احكي مع اللي بيحكيني منيح منيح، بيحكيني منيح احكي منيح، هذا الشيء طبيعي وهذا اقل الواجب. القوة انه انا اقدر انه انا ما انساق لاني احكي بطريقة غير لائقة، حتى ولو كان اللي قدامي يحكي بطريقة غير لائقة، وهيدا بالحياة الزوجية مدمر للحياة الزوجية. نعم. يعني إذا وقعنا في برات الحياة الزوجية ممكن نرجع نصلحه، بس بالحياة الزوجية قد لا نقدر نصلحه. هي شغلة. الشغلة الثانية أنه بدي أنصح كل شريكين، ساعة الغضب يوقفوا النقاش. ما بدي شيء، أنا مني قادرة ما أغضب. ها؟ نعم. وما عندي هيدي المهارات أنه أنا أعمل طريقة أنه خلي الحوار على طول سليم ومجدي. بس لقي حالي عصبت، معلش يوقف النقاش، انسحب. نعم. مش حانسحب، بس اطلب من اللي قدامي وقت. رجاءا خلينا نأجل النقاش، بس لانه اي كلام بالغضب بحاله الغضب هو خطاه اكثر من صوابه. قرارات ما ناخذ بحاله الغضب ولا شيء، ما بدي شيء، اجل النقاش. وعم نقول انه هيدا مقتل الحياة الزوجية، الأزية اللفظية حتى على العين، ويعني الأعور بعينه، هيدي ما بتصير بالحياة الزوجية. نحن ما في حدا منا كامل. أنا من أكبر أخطاء انه أنا إجي حط مكبر على عيوب زوجي وقل له إياها أنت كذا كذا كذا، وكذلك الزوج لزوجته. هيدا بيحطم إمكانية التوافق والاستمرار بحياة سعيد. نعم. في هذه المفاتيح ذكرتم من إحداها ما يسمى بمفتاح خزان الحب. نعم صحيح. ما هو خزان الحب؟ ما هو كيف نملأه؟ كيف نملأه؟ نعم. هلأ هون المفتاح الرابع، نحن أسمينا المفتاح. نعم. الرابع قلنا املأ خزان الحب.
حقيقة هذه الفكرة أنا حقيقة وجدتها قرأتها لكاتب أجنبي وكثير تأملت فيها ولقيت أنه منسجمة جدا مع توجيهات الرسول وأئمة أهل البيت والأعراف والتقاليد الإسلامية، ما فيها أي شائبة. وكمان هذا الكاتب اسمه جيري تشامبمن، كتب كتاب أسماء لغات الحب الخمس. تشامبمن وكمان هو كان مستشار أسري وكمان من تجاربه، هي يمكن تجارب الحياة، هو يعني الحياة هي كتاب الوجود. يعني إذا كان العقل عم بيفكر بطريقة مرتكزة على إيمان حقيقي بالله، ونحن طبعا مش كل الأجانب غير متدينين، لا متدينين وإن كانوا على غير دين الإسلام، بس لكن يؤمنون بالله، يؤمنون بالقيم. فوجد هو بيقول شغلة حلوة، بيقول إنه كل واحد منا، شغلة تشبيهية تمثيلية، بيقول كل واحد منا كأن عنده خزان، خلينا نسميه خزان الحب. كل واحد منا ما بيقدر يعيش إلا إذا كان هذا الخزان ممتلئ، سمى هو خزان الحب. بقول بس هذا الخزان مش كل الناس بيمتلي بنفس يعني إذا خزان الماي بيمتلي بالماي، خزان المازوت بنمليه بالمازوت، بس خزان الحب بيختلف من شخص لشخص. وحط هو عدة اقتراحات إنه شو اللي أكتر شيء بيملأ هذا الخزان، بس النقطة الأهم إنه يكتشف كل زوج شو اللي بيملأ خزان حب شريكه. هناك لغة خاصة أيضا للحب، إيه أو طريق خاص للشعور بالاكتفاء بالحب. يعني هو مثلا بيحكي أنه في ناس لأنه الأطباع عنا مختلفة، هذا بيفوتنا بأنه نحكي أطباع الناس، يعني الطبع العملي مختلف عن الطبع الأحساس، مختلف عن الطبع الحيوي. فالطبع بيخلي الواحد عنده حاجات مختلفة عن التاني. يعني مثلا إنسان العملي حاجاته الإنجاز، إنسان الحساس حاجاته الكلمة العاطفية، وهي إنسان وهي إنسان. هلأ الإنسان الحساس قد ما عطيته فرص للإنجاز وما بيمتلي خزان حبه، من دون ما أحكي كلام عاطفي ومن دون ما حسسه أنه أنا بحبه، من دون ما امدحه ومن دون ما الصبح أحكي كلمة رقيقة، ما بيمتلي خزان الحب. إذا جيت أنا قلت له ما جبت لك كذا وكذا وسجلتك بالمدرسة الفلانية وكذا، هذا كله ما بيعني له، ما بيعبي له خزان الحب. إنسان العملي ما بيحبوا الكلمات، بيحب الخدمات، بيحب الإنجازات. شو طيب أنت تركني بالفراغ، أنت ما عطيتني كذا، ما قلت لك 100 مرة بحبك، شو وين بصرفها كلمة بحب؟ شفتي كيف بتختلف؟ فهيدا خزان حبه بيمتلئ بشيء، هيدا خزان حبه بيمتلئ بشيء تاني. فهو اعتبر أنه في ناس تمتلئ خزان حبه بالهدايا، أول يعني طرائق النفوذ يعني هيدا بيعرف أنك أنت بتحبيه، وبيشعر بحبك لما بتتذكري بالهدايا. في حدا بالعواطف مثل ما قلنا بالكلمات، في حدا بالعلاقات الحميمة بالعلاقة الخاصة، في حدا ما بتعني له هيدي، في حدا بالمدح على الإنجازات، يعني التأكيد على أنه كنت متفوق بهذا العمل، كنت هذا الإنسان العملي. في حدا بالمشاركة والتعاون، يعني مثلا امرأة زوجة بيجيب لها هدايا، بس هي اللي بيملأ خزان حبها أنه لما يلاقيها معجوقة مش يقعد يحط إجر على إجر ويقرأ بجريدة، يجي يحط إيده معها مساعدة، بتقله أنت ما بتحبني، بيقله ولو المبارح جبت لك ساعة مدري قديش حقها، بتقله هيدي ما بتعني لي، بيعني لي كان أنه أنت تحس معي أني تعبانة وتساعدني. شفت بتختلف الأمور. هلأ كل زوج عليه يكتشف خزان حب الشريك. كنت أريد أن أسأل كيف نكتشف هيدا هيك خزان حب، وبماذا نملأه، بأي مادة؟ هيا اكتشافه والله يعني بالكتاب تشابمن حاطت استمارات وأسئلة لتكتشفي أنه تقدري تعرفي
هلأ مرات الواحد بيكتشفها من خلال التجربة عند الطاعة، وإذا كان لديه ذكاء بس إذا بيقرأوا الكتاب حيكون في بإيديهم مفاتيح إضافية ليكتشفوا بالدقة شو طبيعة الشريك وشو بشو بيمتلي خزان حبه. فالنصيحة اللي بنقولها، ممكن أنا خزان حبي بيمتلئ بطريقة مختلفة عن خزان حب زوجي. أنا أمر حتمي. أنا مش يعني مش الإنجاز أني أعمل الشيء اللي أنا بحبه، لازم أعمل الشيء اللي هو بحب. نعم. والتاني كمان حتى يعني مع الأبناء نفس الأسلوب. أحسنتم. هي مع الأبناء نفس الأسلوب. فأنا نحكي هلأ أنه إذا زوجي أنا ملأت له خزان حبه، اكتفى عاطفيا، الخزان الحب يصير يفيض، يصير قطعا هو بده يبادلني، بدها تصير حياة سعيدة. إيه لازم هو كمان يكتشف خزان حبي. هون بيقول نصيحة، نساعد بعضنا، نحكي بصراحة مع بعضنا. أنا قله لزوجي خليني شوف زوجي شو هو الشيء اللي بيعمله بسخاء، وإذا هيدا الشيء ما بيعبي لي خزان حبي خليني صارحه، صارحه بلطافة، مش قله شو هذا كله ما بيفيدني. بقله أنا يسلم ودياتك، انت كتير عم بتجيب اغراض على البيت وعم تكرمنا، بس انا يا زوجي اهم من هالشغلة بحب هالشغلة. نعم. نصغي لبعضنا ونعبي خزان بعضنا. اذا كل شريك قدم للتاني ما يملأ خزان حبه حيكون مكتفي عاطفيا. مكتفي عاطفيا معناتها توافق زوجي، معناتها حياة سعيدة. بس بدنا نقول شغلة بنصحنا فيها حتى الكاتب الكتاب، وأنا من التجارب العديدة بنصح فيها، ما نستعجل. خزان الحب مش بيمتلأ بسرعة، خزان الحب بده وقت ليمتلأ. يعني أنا مثلا، أنا لنقول من الناس اللي بيحبوا الإطراء، أنا إنسانة بعمل إنجازات وبحب الإطراء. مش انه والله اتصور انه هيدا الخزان عندي رح يمتلي من اول يوم. تراكمات بتصير في شوية تراكمات، فيصبر كل شريك على شريكه. يعني خليني مثلا، كتير بتصير معنا هيدا انه حكيت تصلي اسبوع بحكيها مثل ما قلتلنا وما بيبين معها، معلش شهرين ثلاثة، مثل القطعة التي بشكل متواصل تعطق. نعم، بشكل متواصل، بأي عادة، حتى بتربية الأبناء، أي شيء بدنا نلاقي نتيجته لازم نروح على أداء متسق. يعني أنا ضلني ماشي على هيدي الطريقة لفترة طويلة. أحسنتم، هذا ما نقوله للناس، اصبروا. تقول لي في هذه الجلسة قلت لي كذا وكذا، أريد معلومات بعد. لم يتغير بسرعة، لم يتغير زوجي أو ابني هذا الأسبوع، يعني لا أستطيع أن أقول لهم إلا الصبر. ما بيتغير حدا، وهي ما بتتغير باسمه. نعم. نحن ما في حدا بيتغير باسمه. نحن أي عادة جديدة بدأ أقلا 3 أسابيع من العمل المتسق. يعني مش أعمل الشغلة بعدين أعمل نقيدة، ضلني عن بعد. أنا عملت إطراء اللي قدامي ما تجاوب، ضلني عن بعد هالإطراء بشكل متواصل، تروح المسألة بين الزوجين ل3 أشهر. مش غلط بالحياة إذا بناخدها، هولي ما بيطلعوا شيء قدام السنين الطويلة عم نعيشها مع بعضها، بعد فترة حيأثر هيدا الشيء وحنلاقي النتيجة. نعم، جميل جدا. بس اللي بدنا نحذر منه إنه لما أنا بدي أملأ خزان حب زوجي، ما يكون هيدا مترافق مع لا مقايدة ولا تمنين. نعم نعم نعم. أنا إذا بدي أعطي للي قدامي لمليله خزان حبه، يستطيع أن يعطيني، ما بده يشعر بأني أنا عم بعمل هذا الشيء مقابل ثمن معين. إذا أنا قايدت ما بعمل هيك إلا لتعمل لي هيك، أو مننت أنت ما بتستحق قديش صار لي عم هيدا بعمل هيك وأنت ما بيبين معك، نحتاج خلق. أبكون نسفت كل شيء عم بعمل حتى نستمر. خليني أشتغل هالشيء. هلأ إحنا هون يمكن الكاتب ما حاكي
هالجملة اللي رح نقولها واللي نحن دائما بنقولها، ما قايل في سبيل الله، احنا بدنا نقول من الشريعة. نعم، يعني حتى العمل على النفس أستاذة أميرة، يعني في الروايات هذا العمل أقله يحتاج 40 يوما متواصلا. أحسنتم. هذا على النفس، فكيف على الآخر؟ أحسنتم. نعم. أحسنتم. يعني أي عبادة بيقلك بدك تحصل على شيء بدك 40 يوم أقلها. أنبياء، الأنبياء 40 يوم كانوا يبوا، ووعدنا موسى 40 ليلة. نعم. اللي بدي أقوله أنا أنه الحياة بعلاقة مع الله عز وجل تختلف. حياة الناس اللي هن يؤمنون بأن الله هو المؤثر الأول في الوجود تختلف كثيرا عن الذين يعيشون حياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما بيعرفوا شيء. نحن بنقول أنه ما في شيء بالوجود إلا بتوسط الله عز وجل. إذا أنا عم بحاول إملأ خزان حب زوجي في الله، في الله، فاللي حيملأه الله سبحانه وتعالى. ونرى فيوضات لم أكن أتوقعها. نعم. ولم أخطط لها. نعم. خططت بهذا المقدار القليل والله أعطاني. علينا أن نستحي ونخجل من الله عز وجل بحضرة الله وبوجود الله عز وجل أن نتصور أننا نحن الذين نفعل في الوجود. لو عرفنا قدسية هذه الحياة. نعم. الزوجية، يعني كل امرأة مثلا لديها مهمة ووظيفة مقدسة، الزوج والأولاد. لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. أحسنتم. لا نحتاج فقط الخروج. زوجي في، يمكن لنقول مثلا يعني واحدة بتقول زوجي ما في أمل منه، أنت مش أكرم من رب العالمين. نعم. أنت اشتغلي مع الله، اشتغلي بهالمفاتيح اللي هي ربنا دلنا عليها. إلا أن ينفع مفتاحنا. وربنا هو اللي يعني يغير. نعم. ويأتي ويبدل الفتح. ويأتي الفتح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس ما ممكن أنه أنا ما اشتغل وانتظر التغيير من الآخر. فنحن هلأ صرنا عم نحكي بأربع مفاتيح. نعم. أنا بدي أقول، بدي أقول هلأ واحدة متزوجة بتقول أنه يا عمي نحن غلطنا بالاختيار. لو غلطنا بالاختيار، ما كان عندنا معرفة مسبقة، ما كان عندنا معرفة مسبقة، صرنا 10 سنين متزوجين، الآن نستطيع أن نبدأ. أحسنتم. الآن نستطيع أن نبدأ. هذه هي الكلمة الإيجابية. بالتواصل الودي وبملء خزان الحب نستطيع أن نبدأ وأن نغير هذه الحياة بتوسط العلاقة مع الله عز وجل. نعم. والدعاء للتغيير. الدعاء. نعم. نعم. حتى نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى في أدعية مكارم الأخلاق وغيرها، ماذا نطلب؟ نطلب هذا التغيير نحن. نعم. نحتاجه. الجميل يعني في هذه النقطة أحيانا نرى نسميه كوبل، يعني اثنين يعني شريكين في الحياة الزوجية بعد مرور العمر يتساءل الناس ما شاء الله يعني المحبة تزداد. صحيح. ويخافون على بعضهم أكثر، يتقربون أكثر، الاحترام، مع العلم بأن الكلام يعني الرائج في المجتمعات بأننا نمل من بعضنا البعض كلما كبرنا في العمر ونبتعد ونفصل الغرف، هذه الحالة السلبية. ولكن فعلا لو استخدموا هذه. نعم. المفاتيح كما ذكرتم، نصبر، نحتاج الفترة والوقت حتى نشعر بهذا. يعني سوف ينشأ هذا الحب على الأكيد. لماذا؟ نعم. لأنه عندما ينظر الإنسان للحياة الدنيا. نعم. على أنها هي امتحان واختبار، وأن الراحة الحقيقية هي في الآخرة، ويتعامل مع الله بهذه التقوى. الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجره في الدنيا قبل الآخر. نعم. وتطبيقا لكلامكم أستاذة أميرة، هناك كتاب أجنبي يتحدث عن التربية الرمزية وبعض يعني المسائل، يتحدث أيضا عن النية في الإسلام. تطبيقا. نعم. لكلامكم. نعم. إنسان غربي. نعم. النية في الإسلام يرجع لها كل قوة
موجودة لدينا تجاه العمل حتى ينجح. صحيح. هذا اليوم ذكرتم كثير عم بينحكى بمسألة النوايا. النوايا هي القوة. النوايا إنه بتأثيرها بالعمل الإيجابي وبالعمل. ونوايانا نحن المسلمون هي بكل عمل. القربة. القربة لله عز وجل. إن شاء الله تكون إن شاء الله. كذلك إن شاء الله. بإذن الله. أستاذة أميرة ليس مجاملة يعني أقدم لك جزيل الشكر. نعم. على هذه فعلا الكلمات الطيبة والرائعة والتي فعلا لها وزن خاص وإيقاع في القلوب والعقول ونحتاجها لصلاح مجتمعنا صلاح أسرنا صلاح الأفراد إن شاء الله إذا ما أرادوا التغيير. جزاكم الله خير الجزاء طيب الله أنفاسكم وجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم. يتجدد لقاؤنا إن شاء الله. شكرا. مشاهدين الأعزاء نشكر لكم حسن متابعتكم. يتجدد لقاؤنا إن شاء الله في مفاتيح جديدة. نستودعكم الله نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.